هواية قرارات بحياتك ممكن تتحمل نتيجة هالقرارات لمدة معينة، يعني سنة سنتين يوم يومين وتنتهي نتيجة قرارك هذا، بس اكو قرار لازم تتحمل نتيجته عمرك كله وهو قرار اختيار الشريك. اختيار الشريك يعتبر أصعب قرار ممكن يتخذ الإنسان، مثل ما نشوف ونسمع عن الأرقام المخيفة للطلاق في محاكم محافظاتنا العراقية. للأسف أحد أسبابها يرجع للتسرع والاختيار. وتسألهم لو يرجع بيكم الزمن لي ورا هم تختار نفس الشريك؟ الإجابات حتصدمك، فأكو اللي يقول لا طبعا، وأكو اللي يقول ما أتزوج من الأصل. خلونا نسمع الآراء من مقدمات البرنامج بخصوص هذا الموضوع.